بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء بل أعظم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعزائي طلبة وطلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس علاء الدين الخاصة، معكم اليوم الأستاذ أحمد عبد الحميد مدرس اللغة العربية في شرح درس قراءة بعنوان سميرة موسى أو الدكتورة سميرة موسى. يبقى درس النهاردة أولاد اسمه إيه؟ درس قراءة، ده الدرس الثاني عندنا سميرة موسى. يبقى النهارده يا اولاد هنتكلم عن عالمة من عالمات مصر العظميات. العالمة النهارده يا جماعة الدكتورة سميرة موسى. وهنعرف يا اولاد الدكتورة سميرة موسى. أول سؤال يا اولاد عنها، عن الدكتورة سميرة موسى، أين ولدت الدكتورة سميرة موسى ومتى؟ يبقى أول سؤال، أين نشأت الدكتورة سميرة موسى؟ السؤال الثاني، ومتى ولدت؟ ولدت الدكتورة سميرة موسى عام 1917. يبقى الدكتورة سميرة موسى يا أولاد ولدت سنة كام؟ أحسنتم، 1917. طب أين ولدت الدكتورة سميرة موسى؟ ولدت بقرية سين بو التابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية. يبقى الدكتورة سميرة موسى ولدت عام كام؟ أحسنت، عام 1917. طب أين ولدت الدكتورة سميرة موسى؟ أين ولدت؟ ولدت بقرية سينبو مركز زفتة بمحافظة الغربية. وهنا السؤال الثاني، السؤال يا أولاد، أين تلقت تعليمها الأولي؟ يبقى التعليم الأولي للدكتورة سميرة موسى أين كان؟ كان بكتاب القرية، كان بكتاب القرية. وماذا حدث في هذا الكتاب؟ وماذا تعلمت الدكتورة سميرة موسى؟ أو كان الكتاب، كان كتاب القرية هو البذرة الأولى لتعليم الدكتورة سميرة موسى. الإجابة، حيث أتمت حفظ القرآن الكريم وتعلمت القراءة والكتابة والحساب، وظهر نبوغها في المدرسة الأولية بالقرية. يبقى متى ظهر نبوغها وذكاؤها الفطري؟ في المدرسة الأولية بالقرية. وبدأ حبها الشديد للعلم والمعرفة، بدأ يعني ظهر، ظهر حبها الشديد للعلم والمعرفة ورغبتها في الكشف عن الغوامض. يبقى الدكتورة سميرة موسى أولاد وهي طفلة في المدرسة الأولية ظهر نبوغها، ذكائها، نجاحها، تفوقها في المدرسة الأولية بالقرية، وظهر أيضا حبها الشديد للعلم والمعرفة ورغبتها في الكشف عن الإيه؟ عن الغوامض. الدكتورة سميرة موسى أولاد في سؤال مهم جدا في النقطة دي، ماذا أدركت الدكتورة سميرة موسى في هذه الفترة؟ أدركت أن العلم هو الهدف وهو الرسالة والحياة. فاتخذت الدكتورة سميرة موسى قراراً عظيماً. ما القرار اللي اتخذته الدكتورة سميرة موسى؟ القرار اللي اتخذته الدكتورة سميرة موسى، القرار بيقول إن العلم أولى من كل شيء وأي شيء. يبقى الدكتورة سميرة موسى وهي طفلة أدركت أن العلم هو الهدف وهو الرسالة والحياة، فاتخذت قرارها. ما قرارها؟ العلم أولى من كل شيء وأي شيء. السؤال اللي بعد يا أولاد، إلى أين انتقلت الدكتورة سميرة موسى مع أسرتها؟ انتقلت الدكتورة سميرة موسى مع أسرتها إلى القاهرة، وهناك أتمت حفظ القرآن الكريم وأتمت تعليمها الثانوي. يبقى لماذا انتقلت الدكتورة سميرة موسى مع أسرتها إلى القاهرة؟ لإتمام تعليمها الثانوي. وهنا أصرت بعد ذلك على دخول الجامعة، وأمام هذا الإصرار وهذه الإرادة وهذا التحدي وافق والدها على قرارها، لأن والدها أحس أن الدكتورة سميرة موسى عندها من العلم ما يكفيها. يبقى هنا أولاد سؤال جميل جدا، السؤال بيقول لماذا انتقلت هذه الأسرة إلى القاهرة؟ أحسنتم، لإتمام تعليمها الثانوي. وعلى ما أصرت الدكتورة سميرة موسى؟ أصرت على دخول الجامعة، ولذلك وافق والدها على قرارها. وهنا أولاد السؤال اللي بعده سؤال مهم جدا، السؤال بيقول الدكتورة سميرة موسى أولاد بأي كلية التحقت؟ أولاً أولادي التحقت بكلية العلوم في جامعة القاهرة. يبقى التحقت الدكتورة سميرة موسى بكلية العلوم جامعة القاهرة، والأغرب من ذلك أنها كانت متفوقة جداً في كل سنوات الدراسة، حصلت في كل سنوات الدراسة على المراكز الأولى. وهنا يا أولاد بعد ذلك، بعد أن تمت الدراسة بالكلية، حصلت بعد ذلك على درجة الماجستير من كلية العلوم جامعة القاهرة.
ثم بعد ذلك قررت مصر تكريمها، فغادرت الدكتورة سميرة موسى من مصر إلى إنجلترا. يبقى تركت مصر واتجهت إلى إنجلترا في هذه البعثة العلمية للحصول على درجة الدكتوراة. وهناك حصلت الدكتورة سميرة موسى على الدكتوراه من إنجلترا في أقل مدة، في مدة 17 شهر فقط. يبقى الدكتورة موسى أولاد قامت بتحضير الدكتوراه فين؟ أحسنتم، حضرت رسالة الدكتوراه في إنجلترا، وهناك حصلت عليها. كم المدة التي استغرقتها الدكتورة سميرة موسى في حصولها على درجة الدكتوراه؟ أحسنتم، 17 شهراً، يعني 17 شهر. هنا أولاد سؤال مهم، ولدت سميرة موسى عام 1900 وكام؟ أحسنتم، 17. وحضرت الدكتوراه في كام؟ في 17 شهراً، في 17 شهر. الدكتورة سميرة موسى ولدت تابعت دراستها من أجل الاستخدام السلمي للذرة في مكافحة مرض السرطان. وهنا سؤال، لماذا تابعت الدكتورة سميرة موسى دراستها من أجل الاستخدام السلمي للذرة في مكافحة مرض السرطان؟ أحسنتم، لأن أمها دخلت في صراع طويل مع هذا المرض، وعادت بعد انتهاء مدة البعثة إلى مصر. ثم حصلت الدكتورة سميرة موسى على منحة دراسية أخرى، لكن هذه المنحة كانت للولايات المتحدة الأمريكية. يبقى أول مرة كانت منحة لإنجلترا عشان تحصل على درجة الدكتوراه، وبالفعل حصلت عليها في مدة 17 شهر، واستخدمت دراستها في الاستخدام السلمي للذرة في مكافحة مرض السرطان لأنها كانت بارة بأمها، لأن أمها كانت في صراع طويل مع هذا المرض، مرض السرطان. وبعد انتهاء مدة البعثة عادت إلى مصر، ثم حصلت أيضا على منحة أخرى، ولكن هذه المنحة كانت للولايات المتحدة الأمريكية عام 1951. السؤال يا أولاد، لماذا ذهبت دكتورة سميرة موسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الذرة بجامعة كاليفورنيا؟ يبقى ذهبت الدكتورة سميرة موسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية لماذا؟ لدراسة الذرة بجامعة كاليفورنيا. بجامعة إيه يا أولاد؟ أحسنتم، جامعة كاليفورنيا. وهنا يا أولاد السؤال، الدكتورة سميرة موسى أولاد لما ذهبت إلى كاليفورنيا أذهلت العالم كله، أذهلت العالم كله بنتائج أبحاثها في مجال الذرة، وبخاصة في الأوساط العلمية في أمريكا وأوروبا. الدكتورة سميرة موسى أولاد أدهشت العالم كله، أذهلته بنتائج أبحاثها في مجال الذرة في الاستخدام السلمي لعلاج مرض السرطان، وبخاصة في الأوساط العلمية فين؟ في أمريكا وأوروبا. وكانت الدكتورة سميرة موسى أولاد بتأمل أن تسخر علومها في الذرة لخير البشرية وليس لهدمها. لذلك دعت الدكتورة سميرة موسى أحسنتم إلى عقد مؤتمر دولي بكلية العلوم. يبقى الدكتورة سميرة موسى أولاد كانت عندها أمل، هدف أن تسخر علومها في الذرة لخير البشرية وليس لهدم البشرية. إذن يا أولاد العلم سلاح ذو حدين، ممكن العلم يعالج الأمراض ويستخدم في تخفيف الأعباء عن الإنسان، وممكن العلم يستخدم في الدمار وصنع القنابل والأسلحة المدمرة. لذلك دعت الدكتورة سميرة موسى إلى عقد مؤتمر دولي بكلية العلوم جامعة القاهرة، وهذا المؤتمر كان له شعار، وشعاره هو الذرة من أجل السلام. وهذا المؤتمر شارك فيه كبار العلماء من شتى دول العالم. يبقى إذن أولاد الدكتورة سميرة موسى دعت إلى عقد مؤتمر إيه؟ أحسنت، دولي. المؤتمر ده يقام فين؟ في كلية العلوم. إيه شعار المؤتمر؟ شعار المؤتمر الذرة من أجل السلام. وهنا أولاد سؤال تاني جميل جدا، الدكتورة سميرة موسى أولاد بعد ذلك ذهبت إلى أمريكا، لماذا ذهبت مرة أخرى إلى أمريكا؟ لاستكمال أبحاثها، وأيضا لتعريف الشعب الأمريكي بقضية مصر، قضية الاحتلال. إذن الدكتورة سميرة موسى كانت شخصية وطنية لأنها تؤمن بقضايا الوطن، فذهبت لتعريف الشعب الأمريكي بقضية بلادها، قضية الاحتلال. وواصلت الدكتورة سميرة موسى أبحاثها في الذرة، وتبادلت الأفكار مع الأساتذة في الجامعات المختلفة، واطلعت على أحدث ما توصل له العلماء في أبحاث الذرة هناك. لكن يا أولاد في أغسطس من عام 1952 أعلنت إحدى الصحف المصرية نبأ هام جدا. وهنا السؤال، ما النبأ الهام الذي أعلنته إحدى الصحف المصرية عام 1952؟ أعلنت وفاة الدكتورة سميرة موسى، وسبب الوفاة، ما سبب وفاة الدكتورة سميرة موسى؟ حيث هوت سيارتها فجأة من قمة جبل وماتت. يبقى أولاد سبب الوفاة هوت سيارتها فجأة من قمة جبل وماتت. ماتت إمتى يا أولاد؟ في أغسطس من عام 1952. هنا السؤال يا أولاد، هل مصر نسيت
هل مصر نسيت ابنتها العظيمة الدكتورة سميرة موسى؟ لا، قامت مصر بتكريمها عندما منحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات منح اسمها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1981. يبقى أول تكريم للدكتورة موسى منحت بواسطة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، منح اسمها وسام العلوم والفنون من الطبقة الايه؟ من الطبقة الأولى عام 1981. وأيضا أطلق اسمها على إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم بقريتها، وتقرر إنشاء قصر الثقافة يحمل اسمها في قريتها، وإنشاء مدرسة عام 1998. يبقى إذا يا أولاد في حاجتين هنقولهم هنا، كيف كرمت الدكتورة سميرة موسى؟ منح اسمها، منح اسمها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وأطلق اسمها على إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم بقريتها، وأنشئ لها قصر ثقافة يحمل اسمها في قريتها عام 1998. كلمنا يا أولاد باختصار جدا جدا عن عالمة من عالمات مصر، ودكتورة من أهم الدكاترة الذين يعني افتخرت بهم مصر في السنوات الماضية، الدكتورة سميرة موسى رحمها الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.